حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا. بالتأكيد لا تخلو حلقة من حلقات ام بي سي في أسبوع من موضوع كورونا، ونتمنى أنا وعلي أنه يجي اليوم اللي ما نجيب سيرة هذا الفيروس. خلاص وصلت هنا. خلاص وصلت. بريطانيا أعلنت مديرة مجمع دراسات الجي نومكس المعنى بمرض كوفيد 19 شارون بيكوك أنه سلالة الفيروس كورونا اللي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية راح تنتشر على الأرجح في أنحاء العالم. طبعا أضافت لهيئة الإذاعة البريطانية أنه عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث يمكن بالتالي أن نكف عن القلق بشأنه، لكن عملية مكافحة ومواجهة الفيروس كورونا ستستمر لعشرة أعوام على الأقل حسب رأي مديرة مجمع الدراسات الجينومكس. طبعا بالتأكيد يا علي، وزير البيئة كمان البريطاني جورج يوستس قد أكد سابقا أن اللقاحات تعمل على سلالة كنت المتحورة، علما أنه تم اكتشاف نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس اللي بيسبب مرض كوفيد 19 في أنحاء العالم بحسب ما أفاد الوزير البريطاني اللي هو طبعا مسؤول عن توزيع اللقاحات.